السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير تي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على وفاق سطيف وين يتأهل إلى الدور المجموعات. يعني ألف مبروك لوفاق سطيف، ونعاودوا ألف مبروك لشباب الثورة، ألف مبروك للشباب الوزداد، ألف مبروك للشبيبة تيزي وزو. يعني ونتمناو كذلك فرق عريقة أمثال شباب قسنطينة، أمثال مولودية وهران، أمثال مولودية الجزائر، أمثال الياسمة، فرق عريقة. ونتمناو لا فرق جزائرية ينجم على غير ليزان 88 89 ما لعبتش كوب دافريك، ما لعبتش كوب دافريك، على بلعباس ما لعبتش، على معسكر ما لعبتش، ما لعبوش هادو، لعبو هادو، على عين مليلة ما لعبتش، على اتحاد الشاوية ما لعبش، مولودية قسنطينة ما لعبتش، جياز جياز كانوا كاين فرق يا ولي كاين اللي لعبو واسي محمد، كاين اللي لعبو واسي محمد، هادو فرق هادو لازم هادو يعاودو يحياو، هادو لازم تدعيم اسي محمد، فرق اللي تعاني في صمت، فرق اللي فيها ديونات، فرق اللي جاو ناس كذبوها وين حطموا فرق. شوف انهزام واحد الوفاق سطيف راحوا للونترينر، يا الكوكي هو اللي راه يخدمه، والله العظيم نقولها انا، نقولها الانصار وفاق سطيف، والله يخطيكم الكوكي، والله العظيم راك تشوف الكوكي وين راه علاش ناس راهم يحوسوا يضربوا الكوكي. والله لا من الاداره ومن على يحوسوا يضربوا الكوكي، علاه نقول لكم على يحوسوا يضربوا الكوكي، الكوكي اللي راهم يحوسوا يكيلوا عليه، يحوسوا يتوشوه، خاطش عليه كوكي راه يطلع ليجان، الكوكي ما يدومونديلوش بزاف، كوكي يطلع ليجان ويبيعوا ويدخلوا نورمالمون يفرحوا به، واش راه يخدم الكوكي؟ لازم الانصار يفرحوا به، يخدم بليجان ويطلع، ما يخدمش ما يروحش يجيب لك نجوم، روح تجيب الجوار تاع شكون هذاك الجوار يهضر عليه الجرنان، الجوار تاع الجرانين كيما تخدم لامسيه لياسمه، يخدموا يخدموا جواره تاع الجرنان، يتبعوا يتبعوا الجرنان بزاف، جواره تاع الجرنان اشهارات هذا مكان، يتبعوا جواره تاع الجرنان كان والو. الكوكي ما يأمنش بهذه، يأمن يطلع ليجان يحطهم ويلعب، يدير اللمسه تاعه، ماشي يجيب اللعابه هما اللي يديروا له اللمسه، كيما عام لياسما دات الشامبيونه كانت مديطاشيا ب10 نقط، باقي 3 ماتش كان فيها بورحلي، وكان عام تاع بورحلي عام، كان باقي 3 ماتش جابوا جمال مناد، مي كملت الشامبيونه جمال مناد دابز مع بورحلي، قال لهم انا مدرب ديت الشامبيونات، رد عليه بورحلي قال له كنا مديطاشين ب10 نقط، وين ديت الشامبيونات انت وين ديت الشامبيونات، كنا مديطاشين ب10 نقط. بصح انا كي تقول لي بلي الكوكي خدام راه يخدم ويطلع من تحت الكوكي، يا لبا الكوكي، شوف شوف وفاق سطيف اي مثال، وفاق سطيف شو شبعت، يعني فريق كيما لازم نهضروا الحقيقه، شوف بارادو من عنده يجبد ويبيع، يجبد ويبيع، من عنده يدخل دراهم، من عام لعام يدخل لك 50 مليار، من عام لعام يدخل لك 50 مليار، 60 مليار كيما انا اللي باع بوداوي باعه ب 4 ملايين يورو، انت مهبول مالك، السنه بالك دخل واحد 120 مليار، يعني بارادو يبيع يدخل ساجين. حنا ماذا بينا هذا تعمب هذه في الانديه الجزائريه، وفاق سطيف لازم تامنوا بلي راه عندكم مدرب اللي راه يخدم لكم، مدرب هذاك اللي راهم الناس يدير لكم في المشاكل باش يدوه لفرق وحده اخرى، لازم تفيقوا يا انصار، وقفوا مع وقفوا مع الولايات في الولايات تاعكم، وقفوا مع الكوكي، وقفوا مع الكوكي، خاطش عليه الا ضيعتوا الكوكي، يعني نقول لكم ونعاود، الا ضيعتوا الكوكي رايحين تدخلوا في حيط، رايحين تولوا للبريكولاج تاع ارواح سنية عندي ب 600 مليون ندي انت 100 والاخرين نديهم حنايا باش ندخلكم لي فريسانكم، حلفايا خسر كاع الناس على جا الكوكي باش يقعد الكوكي،
خدام حبة من حبة وكريهة من كريهة. خدام وحنا يلا غل ما نبغوش خدام، اللي نشوفو خدام نطيحوه، يقارعوا الإيكيب وانت تخسر يطيحوا عليه، ونعاودوا نولوا وانت أهلا وفاق ستيف، فريق وفاق ستيف مساء الأحد إلى الدور المجموعات من عمر المنافسة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم. وفاز وفاق ستيف بثنائية نظيفة على الزائر نادي الموريتاني لحساب إياب الدور الثاني من عمر المنافسة رابطة أبطال إفريقيا. وكان الفريق النصر الأسود قد انهزم في لقاء الذهاب خارج القواعد بنتيجة 3-0. تأهل ممثل كرة القدم الجزائرية انسيناد إلى قاعدة الأهداف المسجلة بعيد عن الديار، واحتضن ملعب 8 ماي 1945 بستيف أطوار المباراة والعودة تحت إدارة الحكم من المالي. وسجل الثنائية فريق المدرب نبيل كوكي في مباراة العودة كل من المهاجمين عبد الرحيم دغموم في الدقيقة 44 وخليل درفلو في الدقيقة 85. أكتشوف خليل درفلو هذا، خليل درفلو أكتشوف. حنا هذا الفريق وفاق ستيف فريق يعني كيما نقولوا لعابة ما عندهمش خبرة، كي خرجوا لعبوا كونت موريتانيا خسروا ما عندهمش خبرة، ترجع عندهم خبرة دروك بو يعني يلعبوا ويزيدوا يقدموا يدوا ليتي. لازم تكوننا صاحبي، لازم تكوين 88 شكون كيما نقولوا حنا وي خصني باش دات ولاد بو مارشي ولاد منا ولاد وي فاقستي شكون اللي دات وي فاقستي ولادها ولاد ليكيب ولاد اتحاد ولاد لاصاص ولاد الفريق هذاك نادي لاصاص هذاك فريق الاتحاد ستيف ويفاق ستيف يعني نستخدم بلا ما ننساو بو الحجيلات اللي يخدم من تحت بو الحجيلات يعني ما شاء الله ناس معترفه به ما شاء الله خدام راه يخدم ومكتشفين ويفاق ستيف اللي يدوروا وفاق ستيف هاد المكتشفين تاع وفاق ستيف يدوروا عبر الولايات والله لا عبر الولايات والله ما يحقر تعيط له الو راهي كاينه تور وهنايا في مستغالي مرحبا بك ارواح مرحبا بك ارواح شوف يجي يشوف يدي ما يحقرش قال لي ميرو تليفون يدير لي منا ارواح ما يحقروش ها راه عموره بزاف لعابه تشوف ما يحقروش يجيبه يحطه ويزيد يعطيه يزيد يعلمه ابجديات كره القدم يسيبه عنده موهبه يزيد تطور له ديك الموهبه. الناس اللي تخدم من تحت الناس اللي تخدم لي كادي لي جينيور لي سبوار يعني الناس اللي تخدم يتكون. والكوكي اللي يعرف يعني الكوكي على بالكم باش يكون على بالكم الناس ماشي وفاق ستيف الناس عم يشوفوا على بالك بلي الكوكي يتفرج حتى التدريبات تاع اللاعبين تاع لي سبوار وتاع لي جينيور يتفرجهم يتفرج مباريات تاع لي جان يتبع عنده اللمسه تاعو الكوكي. ناس اللي مازال ما فهمش الكوكي كي يجيب لك لعاب يجيب لك تاكل على روحه ماشي تاكل على اللعابه يديروا له اسم. الكوكي تاكل على روحه اللمسه تاعو هي اللي تخليه يدير اسم. كاين مدرب للعابه يديروا له اسم وكاين مدرب هو اللي يحط اللمسه تاعه علاه تاكل على روحه علاه يطلع لي جان. هذا درفلو هذا عبد الرحيم هذا وراك يسموه يسموه قلت لك عبد الرحيم يسموه خليل درفلو يعني هذا. انا نعرف ناس نعرف لعابه منا من المستغاليم اللي جانا راهم من المستغاليم من الرمشي من المغنيه من معسكر من الوهرن من الغليزان ليجان ديجان راهو في ستيف ديجان ليسبوار راهو في ستيف. راهو كنت تشوف خاص الناس يتكون الناس يتخدم اسي محمد الناس يتكون ويتخدم. والاخر الكوكي علاه نبغيه الكوكي هو اللي يفرض اللمسه تاعو يقرا عليكش انت تجي تبركي له وهو يرد علامه ماهوش ماجر بغا يركب فوق الموجة تاع ليكيب ناسيونال فوق الموجة تاع محرز يماركي وحنا نقولو ماجر ربح ماهوش محرز ماهوش ماجر
الكوكي هو خدام، هو اللي يفرض اللمسه تاعو، هذه اللي تعجبني في لونترينر، هذه هي.